نعم. مرحبا علي. أهلين. ليش ما اجيت امبارح؟ كان عندي شغل كتير. بس لازم تجي، موضوع كتير مهم. ماشي، هلا بيجي بشوفك. لا طول علي. ماشي. جاي اجباري رح يجي. ليش بيقدر يخلص مني؟ يا عيني عليك. صباح الخير قبطان. صباح النور. لوين مشوارنا؟ بالاول حنروح مشوار وبعدين على خليج. يلا امشي انت. مرحبا. كارولينا كارسو موجودة عندكم؟ مين إلا؟ علي أكارسو، في موعد بيناتنا. تعرف رقم غرفتها؟ لا. ردي. ألو؟ علي أكارسو إجا وبده يشوف حضرتك يا خانم. علي وصل. خليه يطلع. خليه يتفضل. أمرك يا خانم. كارولين خانم ناطرتك بالغرفة، الطابق الثاني رقم 25. تمام، شكرا. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. ليش بدك يعني؟ احكي. فوت هلا جوا منحكي. مرحبا قبطان علي، نورت والله. أدهم، كارولين كمان هيك صار فيها لما شافتني، ارتعبت مني كأنها شافي شبح. بس تعودت، الإنسان بيتعود على كل شيء. تفضل عود قبطان، ارتاح لشوف، ارتاح. معناها ماتت. ليش شو شايف قدامك؟ بس لو جثتك. معناها ما كانت جثتي. كيف صار هالشي؟ مشكلتنا بس نكون مرتاحين بيكون تفكيرنا محدود. بس لما الواحد فينا بيوقع بمصيبة، الحاجة بتخليه يتجاوز حدود تفكيره بكتير. ولا ما بتكتشفها لتشوفها بعينك. وطالما أنا وقعت بالبحر وشفتني بعينك هلا، فالجثة اللي طلعت من البحر أكيد ما رح تكون إلي يا زكي. ومن حسن حظي عطول بلتقي بالناس البسيطين، لهيك بطلع من القصة مثل الشعرة من العجين.
ولولا وجود الناس البسيطين اللي بينضحك عليهم بكلمتين اكيد ما كنت شفتني عايش لهلأ. ما هيك قبطان علي؟ انت واحد مجنون وسافل. شكرا كتير، هذا هو اللي كنت عم بحاول وصل لك يا. اكيد الجنون برأي الناس البسطاء اللي مثلك انت، انك تقدر تعمل شيء ما حدا بيسترجي يعمله من الناس العادية. بس مشكلتك انك بتقدر تفهمني، لانه انت كمان عندك شيء من هاد. والله وانا ما فهمت شيء.